تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالي محافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة، فقد بادر حزب مستقبل وطن من منطلق القيام بدوره المجتمعي بتوجيه قافلة مساعدات لمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة في يومها الأول كافة المساعدات من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية وأساس على أهالي عدد من القرى المضارة، على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطي كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.